اسمعوه يلي ما سمعتوش يتهم فيه تبون باللي هو اللي قتل القيد صالح بلسانه. احمد قيد صالح توفي نتيجة ذبحة صدرية، هكذا المرة اللي فات. الذبحة الصدرية هذه جاءت نتيجة الوسام اللي هو وسام الصدر. نعم، هايو. وسام الصدر الذي أهداه عبد المجيد تبون لأحمد قايد صالح سبب لقايد صالح ذبحة صدرية، هايو. وانسداد في الشرايين، شرايين القلب، أدت إلى الوفاة في ظروف سأتكلم عنها بالتفصيل في فيديو قادم بإذن الله. بالمختصر، يعني بالمختصر الشديد، الذي قتل أحمد قايد صالح هو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسأشرح كيف ولماذا، يعني في فيديو قادم. سمعته بلسانه هو يتهم في عبد المجيد تبون باللي هو اللي قتل قايد صالح.